صباح الخير، أهلا بيكم في Pharmaceutical Chemistry Department. أنا معاكم دكتور محمد قنديل العشري، أنا مدرس الكيمياء الصيدلية بال Pharmaceutical Chemistry Department في Cardiff Pharmaceutical University. طبعا إن شاء الله أنا هكون موجود معاكم أول أسبوعين في أول جزء من محاضرات الـ Drug Design. أوكي، طبعا بالنسبة لأول ليكتشر عندنا هي هتكون عبارة عن introduction للميديسينال كيمستري او الفارماسيوتيكال كيمستري عموما والدراج ديزاين خصوصا. هنفهم في بعض البرنسبلز، بعض الترمينولوجي المهم جدا اللي احنا هنستخدمه في الدراج ديزاين. لما نيجي نبص اول حاجه يعني ايه كيمستري ان جنرال. كيمستري هو ساينس اللي هو سبيشالايزد في description بتاع الاليمنتس والكومباوندز. يعني عارفين مثلا الاليمنت اللي هو الهيدروجين، الكربون، الاكسجين، النيتروجين، تمام، دي اسمها الاليمنتس. والكومباوندز اللي هي بتبقى ميكتشر من ديفرنت اليمنتس زي الووتر مثلا، زي الكربون دايوكسيد وكده. فهو الكيمستري بتدرس البيهيفير بتاع الاليمنتس والكومباوندز، سواء عامله مولكيولز او عامله ايونز. بيبص على الكومبوزيشن بتاعها، الاستراكشر بتاعها، البروبرتيز، على البيهيفير، على الرياكتيفيتي بتاعتها لما تبقى موجودة مع كومبوننتس تانية أو كومباوندز تانية. فهو بيدرس البيهيفير ده، طبعا مهم جدا لأن طبعا كل حياتنا عبارة عن elements و compounds و molecules و ions وكده. فعشان كده اللي بيدرس الكلام ده كله هو الكيمستري. بالنسبة بقى للساينس بتاع الفارماسيوتيكال كيمستري، هو بيبقى مختص بحاجات كتيرة جدا. يعني احنا دايما بنسميه مالتي ديسيبلينري ساينس، ساينس ان هو بيبقى فيه ساينسز كتيره متداخله معاه. يعني فور اكزامبل مثلا هو بيهتم بالسينثيتك اورجانيك كيمستري، ازاي بنقدر نعمل سينثيسز للكومباوندز اللي هي بتبقى كانديدتس للدراجز. بعد كده بندرس الفارماكولوجي بتاع الكومباوندز دي، بندرس البيولوجيكال ايشوز بتاعتها، كمان بندرس فيها دراج ديزاين، ازاي بنقدر نعمل ديزاين لمولكيول، ازاي بنقدر نعمل له سينثيسز لأي حاجة داخلة في الفارماسيوتيكال برودكتس والبايو اكتيف مولكيولز زي الأدوية. أوكي، يبقى ده ساينس لامم حاجات كتيرة قوي من الأورجانيك كيمستري، من الفارماكولوجي، من التوكسيكولوجي، من الكمبيوتيشنال دراج ديزاين، وحاجات كتيرة جدا. عشان كده الميديسينال كيمست زي ما قلنا لازم يبقى اوير بالحاجات دي كلها. طبعا هو مش هيقدر يبقى سبيشالايزد في كل البرانشز دي من الساينسز، لكن لازم يبقى عنده بريف نوليدج عن معظم الحاجات دي، ويبقى سبيشالايزد في جزء معين زي مثلا زي الساينسز، زي الكومبيتيشنال، زي الحاجات دي. فطبعا هو ملم بالاورجانيك كيمستري، بالفارماكولوجي، التوكسيكولوجي، البايوكيمستري، المولكولار بيولوجي، الفيسيولوجي، اند كومبيتيشنال كيمستري. طب يعني ايه دراج؟ الدراج عموما يعني عاوزين، بس طبعا هي حاجات انتوا اوريدي عارفينها، بس احنا بنحاول نقول الترمينولوجي المظبوط عشان تبقى دماغك سيستمايزد لما نيجي نخش او نخش بقى ادفانسد شويه في الكورس بتاعنا، نبقى فاهمين الـ احنا بنتكلم على ايه بالظبط. فهو الدراج او الميديكيشن او الميديسن هو كيميكال سبستانس، عشان كده احنا بندرس الكيمستري بتاعه الكومباوندز دي. لازم طبعا يكون ليها نون ستراكشر عشان ابقى بريدكت الاكتيفيتي وبريدكت الاكشن بتاعها وبريدكت التوكسيك افكت بتاعها والكلام ده كله. وين ادمنستر تو ا ليفينج اورجانيزم، لما اي ليفينج اورجانيزم بتدي ياخدها بتديني بيولوجيكال افكت، انها مثلا بتريت او بكيور او بريفنت او دياجنوز ديزيز او تو بروموت ويل بينج. بروموت ويل بينج زي الحاجات اللي بتحسن المود العام او بتحسن اللايف ستايل بتاع البيشنت او بتاع الانسان العادي. اوكي، الميجر اوف دراجز بتبقى سمول اورجانيك مولكيولز، يعني حوالي 90% من الادويه بتبقى هي اورجانيك كومباوندز وتبقى صغيره. هو كلمه صغيره هنا مش مقصود انها صغيره قوي، يعني كلمه صغيره دي مقارنه بالمجموعه الكومباوندز الثانيه اللي احنا بنسميها بيولوجيكس او البايوفارماسيوتيكالز، اللي هي مثلا زي البروتينز، زي الفاكسينز، زي الانتي بوديز. الحاجات دي طبعا الاستراكشر بتاعها بيبقى كبير جدا. فانا دايما بقول على الكومباوندز اللي هي اورجانيك مولكيولز بقول عليها انها بتبقى سمول، بس مقارنه بالبيولوجيكس او البايوفارماسيوتيكالز كمان بتنكلود نسبه صغيره من الانورجانيك كومباوندز.
طبعا عارفين الاورجانيك اللي هي الكومباوندز اللي فيها كربون. ان اورجانيك هي الكومباوندز اللي ما فيهاش كربون، ما فيهاش كربون في كوفيلنت بوند يعني مع الاتومز اللي حواليها. كمان في كلاس صغير من الادويه اللي هو الاورجانيك ميتاليك لما يكون في ميتال في الكومباوند، يعني مثلا لو تسمع عن السيسبلاتين اللي هو انتي نيو بلاستيك ايجن، هو بيكون في بلاتينم والبلاتينم ده ميتال، فدي بنسميها اورجانو ميتاليك كومباوند. لكن الماجوريتي بتاعت الادويه هي سمول اورجانيك مولكيولز، ده اللي بنركز عليه اكتر في الفارماسيوتيكال كيمستري. طب ازاي الدراج بي اكزورت الاكشن بتاعه؟ طبعا الدواء بيدي الاكشن بتاعه عن طريق ان هو بيبايند لبيولوجيكال ماكرو مولكيول. تمام، يعني ايه كلمه ماكرو مولكيول؟ هو انا دايما زي ما قلت ان انا بعتبر الدراج بتاعه الكومباوند بتاعه هو سمول اورجانيك مولكيول مقارنه بالبروتين مثلا، او مقارنه باي حاجه بروتين. فالتارجت بتاعي او الحاجه اللي بيبايند ليها الدواء بتكون في الغالب بروتين اللي احنا بنسميها البيولوجيكال تارجت، فهي طبعا بيكون حاجه كبيره جدا مقارنه للسايز بتاع الدواء، فعشان كده بنسميها الماكرو مولكيول او البيولوجيكال تارجت. مش بيروح يمسك طبعا في كل البروتين او في جزء كبير من البروتين، لا، هو بيبقى فيه جزء من البروتين بيبقى جروفد كده، عامل زي حفره كده او كافيتي او بوكت، بيبتدي يخش جواها يبايند فيها، ولما بيبايند فيها بيبتدي اكزورت الاكشن بتاع الدواء. السايت اللي بيبايند ليه الدواء ده اللي بنسميه البايندنج سايت اوف ذا دراج. طب ايه بقى هي الدراج تارجتس؟ الدراج تارجتس بتاعتنا او ان انا بديزاين كومباوند عشان يروح يبايند في ايه في الجسم عشان يحل مشكله معينه في ديزيز معين. طبعا الماجوريتي بتاعت الدراج تارجت اول حاجه البروتين. البروتين دي طبعا معظم التارجتس بتاعت الادويه بتبقى بروتين، زي مين مثلا؟ زي اي ريسبتور، زي اي انزيمز، ريسبتور مثلا زي الالفا والبيتا ريسبتورز، انزيم زي الايس انزيم، زي الاستايل كولين ستريس انزيم، زي حاجات كتيرة قوي. في ترانسبورتر بروتينز، يعني مثلا تلاقي في أدوية كتيرة قوي من الانتي ديبريسن دراجز بتبتدي تأكت على ترانسبورتر بروتين، فبتمنع الترانس أو بتحافظ على كمية نيورو ترانسميترز مثلا في البريم بكميات عالية. كمان ممكن حاجات بتبايند الاستراكشرال بروتينز زي التوبيولين، اللي هو بروتين، كلمة structural proteins يعني proteins اللي functions معينة جوه السيل، زي مثلا التوبيولين ده ليه دعوة بعملية الميتوزز أو السيل ديفيجن اللي بتحصل مثلا في بعض المايكرو اورجانيزمز، فممكن بعض الادويه تبايند ليها. كمان ممكن في ادويه بتبايند للنيوكليك اسيد زي الدي ان ايه والار ان ايه، ودي مشهوره جدا في الالكاليتنج ايجن انتي نيو بلاستيك او انتي كانسر ايجن، دي بتبايند للدي ان ايه او الار ان ايه، او الانتي فايرال برضو من الادويه اللي بتبايند للدي ان ايه او الار ان ايه. برضه ممكن يكون التارجت ليبتس، ان الدواء بيبايند للليبتس اللي موجوده مثلا في السيل ممبرين. ممكن يكون التارجت كاربوهيدراتس، زي الكربوهيدراتس برضه يعني مثلا شوجر مويتي موجوده في السيل سيرفيس او السيل ممبرين بتاع مثلا اي اورجانيزم. فدي كلها التارجتس بتاعت الدواء، اللي هو الحاجه اللي الدواء او الحاجه اللي الدراج بتاعي بيقدر يبايند ليها جوه الجسم او جوه البيولوجيكال سيل. طبعا لازم نبقى عارفينها كويس قوي، لأن طبعا ممكن أسألك إيه هي الدراج تارجتس. بعد كده عندنا بعض الجلوسري أو التيرمز المهمة قوي اللي أنت لازم تبقى فاهمها قبل ما تدرس الفارماسيوتيكال كيمستري إن جنرال والدراج ديزاين سبيشال. يعني فأول مثلا جلوسري عندنا، أول تيرم عندنا اللي هو الأدمي. طبعا الأدمي اللي هي الأبزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والإكسكريشن، اللي هي الفارماكاينيتكس بتاعت الدراج بتاعي، طبعا درستوها بالتفصيل أوي في المواد التانية. طبعا الفارماكاينيتكس اللي هو البادي بيعمل ايه في الدراج بتاعي، ان هو لازم الدواء عشان يوصل للتارجت او المكان اللي بيبقى او المكان اللي بيدي فيه الاكشن بتاعه لازم بيعدي بقى بمرحله الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن، ودي كلها بتافكت البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه الدواء. فدراسه الادمي من الدراسات المهمه جدا لاي كومباوند. بعد كده عندنا الاي دي اي او اس اي اللي هي الادفيرس افكتس او سايد افكتس، طبعا دي اللي هي undesirable action in response for administration of the drug، اللي هي off target interaction، يعني هو الدواء بيبايند للتارجت بتاعي فبيدي البيولوجيكال افكت اللي هو الانتندد اللي انا عاوزه، لكن ممكن يبايند لحاجات تانية، ممكن يعمل لي حاجة مثلا في الاستومك، ممكن يعمل لي حاجة في الانتستين، ممكن يعمل لي حاجة على السكن، فيبان الكلام ده في صورة سايد افكت اللي هو حاجة undesirable او adverse effects. اوكي، نيجي بعد كده لحاجة اسمها الافينيتي. افينيتي يعني to love او ان هو to like to bind، تمام، اللي هي الابيليتي اوف ذا دراج تو بايند للبيولوجيكال تارجت بتاعه. يعني انا ممكن يكون عندي كذا كومباوند وعندي تارجت واحد، هلاقي ان في مثلا كومباوند منهم بيبايند
بـ very strong binding interactions مع التارجت ده، لكن التانيين اضعف منه شويه، فبنقول ان ده ليه higher affinity عنهم. يعني لو ده موجود وده موجود، الكومباوند اللي ليه higher affinity هو اللي هيبايند ليه البيولوجيكال تارجت بتاعي. والكلام ده بيبقى مهم جدا في ان انا بكمبير مثلا ان انا عندي نورمال انزيم جوه الجسم، والنورمال انزيم ده ليه نورمال سبستريت، فانا لما بعمل دراج بيكمبيت مع السبستريت ده على الانزيم. طب مين اللي بيبايند؟ انا مثلا بدي الدواء بتركيز عالي شويه، والدواء كمان بيقدر يعمل بايندنج انتر اكشن زياده، فالدراج بتاعي هو اللي بيكون ليه افينيتي اعلى للانزيم ده، فبيقدر يبايند ليه ويبلوك مثلا الاكشن بتاع النورمال سبستريت. فالاكشن هنا بتاع الكومباوند او بتاع الدراج بتاعي بيبقى ديبند على الافينيتي اوف ذا كومباوند. عندنا في حاجة اسمها الأجونست والأنتاجونست. الأنتاجونست اللي احنا بنسميها البلوكرز، الأجونست هو اندوجينوس سابستانس تمام كده أو دراج، يعني ممكن مثلا حاجة زي الإبينفرين نور إبينفرين، زي الهرمون، زي النيورو ترانسميترز اللي موجودة عندنا في الجسم نورمالي. الحاجات دي بتبقى أجونست، يعني بتبايند للريسبتور أو الإنزيم وبتعمل له ستيميليشن عشان يبتدي إن هو يشتغل. أوكي، او ممكن يبقى دراج من بره بيعمل نفس الاكشن بتاع النورمال سبستريت اللي هي بتعمله، ده بي انتراكت مع الريسبتورز و انيشيت فيسيولوجيكال او فارماكولوجيكال ريسبونس، يعني بيديني ريسبونس. زي مثلا ايه ريسبونس؟ ان يحصل كونتراكشن مثلا لمصل معينه، ان يحصل ريلاكسيشن، ان يحصل سكريشن لبعض السكريتس يعني، و او يحصل انزيم اكتيفيشن الى اخره. اوكي، اما الانتاجونست هو دراج او كومباوند اللي هي اوبوز الفيسيولوجيكال افكت اوف انذر، يعني بيروح يعكس الافكت بتاع الحاجه مثلا النورمال اللي موجوده في الجسم، هو بيروح يبلوك الافكت بتاعها. هو طبعا كيميكال انتيتي، يعني كومباوند، يعني اوبوز الريسبتور اسوشيتد ريسبونسز نورمالي انديوسد باي انذر باي اكتيف ايجنت. يعني انا مثلا عندي حاجه باي اكتيف مثلا الابنفرين بيروح يمسك في الالفا ريسبتور او في البيتا ريسبتور، فانا ممكن ادي حاجه الفا بلوكر او بيتا بلوكر بتروح تمنع الافكت بتاع اللي هو البايو اكتيف ايجنتس اللي موجود في الجسم، وبالتالي بتريفرس الاكشن بتاعها. بدل مثلا ما حاجه كانت بترفع البلاد بريشر، فانا لما اعمل بلوكج يبقى انا كده بقلل البلاد بريشر. اوكي، فدي بنسميها الانتاجونست او الاي او البلوكرز. بعد كده في انالوج. انالوج اللي هو ايه؟ كيميكال كومباوندز ليه ستراكشر سيميلاريتي تو ريفرنس كومباوند. يعني انا مثلا عندي ريفرنس كومباوند زي مثلا زي الاسبرين في نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، زي الكابتوبريل في الاس انهبيتور، زي البروبرانولول مثلا في البيتا بلوكرز. الحاجات دي بنسميها ريفرنس كومباوندز، اللي هي الكومباوندز اللي انا بقارن بيها الاكتيفيتي بتاعت الكومباوندز الجديده. فانا لو عملت كومباوندز هنا فيها ستراكشر سيميلاريتي بس مختلفه عنها في حاجات بسيطه، فبقول ان انا عملت انالوجز ليها. اوكي، بس بيقول لي غير ال despite of the structure similarity ما بين الانالوج وما بين الكومباوند الريفرنس بتاعي، بيقول لي ان الانالوج may display different chemical and biological properties. يعني هو بيكون شبهه في الاستراكشر، لكن مثلا ممكن يكون احسن منه في الابزوربشن، ممكن يكون السايد افكتس بتاعته اقل، يعني بيكون في بعض الموديفيكيشن اللي هي ممكن بتمبروف شويه ايه الحاجات اللي ما كانتش كويسه في الكومباوند الاصلي. And is often intentionally the case during design and sense to optimize efficacy or admit property of given series. يعني مثلا لما يكون الريفرنس كومباوند عنده مشكله مثلا في الافكاسي بتاعته، او عنده مشكله في الادمت بروبرتي اللي هي الادمت اللي احنا قلناها بلس التوكسيستي، فده بنسميها ان احنا عملنا انالوجز. في كلمة قريبة جدا من كلمة كونجينر. كونجينر دي اللي هي كلمة قريبة جدا من كلمة انالوج، يعني هو برضه كومباوند بيبقى ستراكشر سيميلر للريفرنس كومباوند بتاعي. طبعا هو بيقول لي maybe analogs and or vice versa but not necessarily. يعني ايه؟ يعني ساعات بيطلق على الكونجينر ان هو ايه؟ ان هو انالوج، يعني هو برضه كومباوند ستراكشر سيميلر، بس مش شرط. يعني ساعات في بعض الاحيان هم بيقولوا الحاجات اللي structure similar بس ما بيكونش فيها improvement في الاكتيفيتي قوي، او ما بيكونش فيها فرق كبير قوي في الاكتيفيتي، ساعات بيسموها congener. يعني دي زي مثيل قوي للكومباوند الاصلي، اما analog اللي هو مثيل ليه في الاستراكشر لكن بيفرق جدا في البيولوجيكال اكتيفيتي او في التوكسيستي او في الكاينيتكس بتاعت الكومباوند بتاعتي. بس ان جنرال يعني على الليفل بتاع الاندر جرادويت، يعني ان احنا ممكن بنعتبر الكلمتين زي بعض اللي هي الانالوج والكونجنر. بعد كده عندنا في حاجه اسمها بقى ازستير، ودي ان شاء الله هبقى اديها لكم في ليكتشر لوحدها.
الباي از ستير ده هو كومباوند ريزلت فروم اكستشينج اوف ان اتوم اوف جروب اتوم ويز انذر. يعني انا ببتدي بجيب بعمل برضه ستراكشر سيميلر كومباوند للكومباوند الاصلي بتاعي، بس مجرد بس ان انا بغير فيه اتوم او جروب. يعني مثلا بغير اتوم يعني اشيل اكسجين مثلا واحط سلفر، يبقى انا كده عملت ريبليسمنت للاتوم. او اشيل جروب واحط جروب، يعني مثلا بشيل او اتش واحط مكانها ان اتش 2، يبقى دي شلت جروب وحطيت جروب. بيديني سيميلر كومباوند. اوكي، طبعا الاوبجكتيف بتاعه ان انا بكريت نيو كومباوند ليه سيميلر بيولوجيكال بروبرتي، يعني كومباوند يقدر يدي نفس الافيكاسي بتاعت الكومباوند الاصلي، بس طبعا بيمبروف حاجات معينه، وطبعا دي زي ما قلنا هندرسها بتفصيل بليكتشر لوحدها. في اكسبريشن كده ممكن نكون بنسمعه اسمه بلوك باستر دراج. بلوك باستر دراج ده اللي هو الدراج اللي بيتباع بمبيعات عاليه جدا بتعدي ال 1 بليون دولار في سنه واحده. اوكي، يعني انتوا مثلا ممكن تكتبوا كده او ممكن تسيرشوا على بلوك باستر دراج مثلا سنة 2015، بلوك باستر دراج سنة 2010، بلوك باستر دراج سنة 2019، فبيطلع لكم لستة من الدراجز. مثلا تلاقي الدواء ده اتباع مثلا ب 7 بليونز، ده اتباع ب 3 بليونز. يعني من الحاجات المشهورة جدا من البلوك باستر دراج زي مثلا الاتورفاستاتين اللي هو الليبيتور بتاع شركة فايزر، تقريبا سنة 2007 باع بأكتر من 30 بليونز. ممكن يكون الفياجرا برضو من الحاجات المشهورة في البلوك باستر دراجز. في بعض أدوية الدبريشن، في فتلاقوا يعني ممكن تسيرشوا في الموضوع ده، بس انتوا بس عشان تبقوا فاهمين الاكسبريشن ده لو قريتوه في أي حد. طبعا في عندنا حاجة اسمها البلاد برين بارير أو البي بي بي. البلاد برين بارير هي لير في انديسوليال سيلز بتبقى موجودة في اللاين اوف سمول بلاد فيسلز اوف ذا برين. يعني انتوا عارفين في بلاد سبلاي طبعا للبرين، بس البلاد فيسلز اللي بتبقى واصله للبرين بيبقى فيه الاند بتاع او بيبقى في الكفر بتاعها بيبقى فيه كومباكت سيلز كده، بتبقى اندوثيليال سيلز بتبقى ليها تايت جانكشنز يعني جنب بعضها قوي او عامله كومباكت مع بعضها كده. دي طبعا بترستريكت الفري اكسشينج اوف سبستانس بتوين البلاد اند ذا برين، يعني بتخلي الدنيا مش سهله ان اي حاجه موجوده في البلاد توصل البرين. وطبعا دي سيفتي ميكانيزم ربنا عامله لنا عشان يحمينا من التوكسينز او الحاجات اللي ممكن موجوده، عشان ما تبتديش تعمل توكسيستي او تاثر على فانكشنز معينه في البرين. فدي اول بروتكشن في الحته دي او التايت جانكشن او السيلز دي اللي مسميها كان في بارير هنا. يعني هو البارير ده مش حيطه، لا هي مجموعه من السيلز بتبقى كومباكت مع بعضها او بتبقى تايتلي كونجيكيتد كده مع بعضها، فده بيقلل شويه فرصه الباسج بتاع اي كومباوند من البلاد لي البلاد برين بارير او للبرين. يعني طب لو حاجه عدت للبرين، انا برضو عندي ديفنس ميكانيزم تاني اللي هو حاجه اسمها بي جي بي او بي جلايكوبروتين. البي جلايكوبروتين اللي هو البي جي بي ده بيبقى اكت از بامب سبستريت، بيعمل زي ايه، زي افلوكس كده، يعني بيروح يمسك بيبايند للكومباوند الغريب او للتوكسين ويبتدي ان هو يعمل له افلوكس او يعمل له بامبنج بره البرين. تمام، يعني يطرده بره البرين عشان ما يعمليش اي مشاكل. اوكي، طب مين الكومباوند بقى، افرض ان انا انتند بقى انا عاوز ادي دواء يقدر يعدي من البلاد برين بارير ده عشان يبتدي يعالج مرض معين في السي ان اس، زي مثلا زي ديبريشن او زي ايبيليبسي او زي انكزايتي او انسومني او بعض امراض كتيره جدا طبعا. فانا ازاي الدواء يقدر يعدي؟ قال الدواء عشان يقدر يعدي في الغالب، يعني معظم الادويه عشان تقدر تعدي بتعدي بالباسيف ديفيوجن. باسيف ديفيوجن دي يعني ايه؟ يعني الكومباوند يكون لايبوفيليك جدا فبيقدر يخش من التايت جانكشنز بتاعت السيلز دي، يعني يقدر يبنتريت السيلز دي يدوب فيها كده ويقدر يعدي الناحيه الثانيه. فعشان كده الدراج لايبوفيليستي دي من الحاجات المهمه جدا دراستها بالذات في السي ان اس دراجز. اوكي، طبعا في اكسبريشن اظن كلكم عارفينه اللي هو الهيدروفيليستي فيرسس هيدروفوبيستي. الهيدروفيليستي والهيدروفوبيستي معناها ايه؟ الهيدرو يعني ووتر، وفيليك يعني لاف، يعني الحاجات اللي بتحب الووتر، او هيدروفوبيك اللي هي الحاجات اللي عندها فوبيا او الحاجات اللي ما بتحبش الووتر. تمام، اللي هي ايه، او ممكن اقولها لايبوفيليك، الحاجات اللي بتحب الليبيدز او اللي بتكره الووتر، دي بنسميها الهيدروفيليك والهيدروفوبيك. فالهيدروفيليستي هي تنس في مولكيول تو بي سولفيتد باي ووتر، ان هو بيحب يبقى سولفيتد يعني الووتر، او يعمل بوندس مع الووتر حواليه كده فبي لاف الووتر او بيدوب في الووتر. الهيدروفوبيستي على العكس هي الاسوشيشن اوف نون بولر جروبس اور مولكيولز ان ايكوس انفايرمنت اللي ار ستريتنس في ووتر تو اكسكلود نون بولر مولكيولز، اللي هي كومباوندز ما بتحبش المايه فبتبتدي ايه تعزل نفسها عن الووتر اللي موجود حواليها مثلا في السيلز او في الدم او في كده. اوكي،
بعد الجلوسري برضو المهمة فارماكوفور دي طبعا ليكتشر برضو هتبقى ليكتشر منفصلة. الفارماكوفور اللي هو انسامبل، انسامبل يعني توتال، توتال اوف ستيريك والكترونيك فيتشرز، اللي هي مهمة جدا فور اوبتيمال عشان تعمل اوبتيمم يعني انتر اكشن او سب سوبر مولكولر انتر اكشن، انها تقدر تانتر اكت مع الحاجه اللي موجوده يعني في الدراج بتاعي، الفيتشرز او الموز او الـ او الكاركترز اللي موجوده في الكومباوند بتاعي عشان يقدر يبايند للسبيسيفيك تارجت عشان يديني البيولوجيكال ريسبونس بتاعي. تمام. هو مش شيل مولكيول يعني، هو حاجه في الاستراكشر بس، هو ما فيش كومباوند كده بنسميه فارماكوفور، لا ده هو اجزاء من الاستراكشرز بتديله فيتشرز معينه، والفيتشرز دي اللي بتساعده ان هو يبايند للتارجت بتاعه عشان يدي البيولوجيكال افكت اللي انا عاوزه. وزي ما قلت لكم ده هيتدرس بالتفصيل ان شاء الله في ليكتشر لوحدها. بعد كده عندنا البرو دراجز. البرو دراج دي معناها ايه؟ برو يعني بريباريشن، يعني هو نفسه مش دراج، لكن هو اللي بيتحضر منه دراج جوه الجسم او اللي بيتعمل منه بريباريشن لدراج جوه الجسم. فالكومباوند اللي بيحصل له باي ترانسفورميشن يعني بيحصل له ميتابوليزم قبل ما يدي الفارماكولوجيكال افكت بتاعه. طبعا بيقول ان انا ممكن اعمل لي برو دراج مثلا، ان انا ممكن يبقى نون توكسيك يعني حاجه بتمنع التوكسيستي او بيمنع الانديزايربل سايد افكت او كده. وبرده ان شاء الله يكون في ليكتشر منفصله للبرو دراج هنفهم الموضوع ده بالتفصيل. في برضه في البرو دراجز في حاجه اسمها ميوتشوال برو دراج. ميوتشوال برو دراج يعني البرو دراج اللي هو بيحصل له هيدروليسز عشان يطلع لي بقى مش اكتف مولكيول واحده، بيطلع لي اتنين اكتف مولكيول. اوكي، يعني دواء جايب دوايين مثلا، والدوايين دول بي 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 لما بربطهم مع بعض يبقوا بتجرج مع بعض، فلما يحصل له هيدروليس بيطلع لي اتنين اكتف دراج كل واحد بيشتغل. يمكن اشهر اكزامبل اللي انتم ممكن تكونوا عارفينه اللي هو اليوناسين تابلت. انتوا عارفين اليوناسين تابلت بتاعت شركة فايزر؟ اليوناسين تابلت دي بيكون عبارة عن امبيسلين معاها حاجة بتا لاكتاميز انهبيتور اللي هي اسمها السالباكتام. تمام. هو بيجيبوا الامبيسلين والسالباكتام ويربطوهم مع بعض، يعملوا لهم برو دراج مع بعض عشان يحسنوا الاورال بافيلابيلتي بتاعته. تمام. لما البرو دراج ده بيحصل له هيدروليسيس بيطلع لي امبيسلين اللي هو اكتيف انتي بكتيريال ايجنت، والسالباكتام اللي هو بيتا لاكتاميز انهبيتور. فالاثنين مع بعض بيدوني ال بيدوني الايفكت مع بعض، فعشان كده دي اسمها ميوتشوال برو دراج. اوكي. في برضه حاجة مهمة جدا اللي هي الـ Structure Activity Relationship أو السار بتاعة الـ Compound. الـ Structure Activity Relationship هي relationship ما بين الـ Chemical Structure والـ Pharmacological Activity. يعني أنا مثلا عندي Structure معين بيدي certain activity، لما أنا أغير فيه أي حاجة، أغير مثلا كلور وأحط مكانها مثلا ميثايل، يا ترى الـ Activity هتزيد ولا هيحصل لها drop؟ يبقى انا بشوف الموديفيكيشن في الاستراكشر وتاثيره على البيولوجيكال اكتيفيتي. دي من الحاجات المهمه جدا في الفارماسيوتيكال كيمستري اللي هي الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. بعد كده عندنا في حاجه اسمها الليد كومباوند، وده هندرسه بالتفصيل في الليكتشر دي. اللي هو الكومباوند اللي طالع في كلاس معينه من الادويه. يعني انا مثلا طلعت كومباوند ينفع ان هو بيوطي الضغط او بيوطي السكر او كده، بس الكومباوند ده هو effective بس لسه في بعض العيوب، ان هو مثلا انا محتاج ازود الاكتيفيتي، انا محتاج احسن الاورال بقى افيلابيلتي، محتاج اقلل التوكسيستي شويه، فهو بيبقى لسه محتاج ايه further modification او further optimization عشان احسن البروبرتيز ايه بتاعته. اوكي. في حاجه اسمها xenobiotic. xenobiotic اللي هي كلمه xeno دي يعني foreign، فهو اي compound foreign عن الجسم ده بنسميه xenobiotics. اوكي. طبعا الزينوبايوتكس زي الادويه، يعني انت الدراجز بتاعتنا ممكن لو هي حاجه مش زي الحاجات اللي في الجسم فدي بنعتبرها زينوبايوتك، او الحاجات التوكسنز برضو بنعتبرها زينوبايوتكس اللي هي الحاجات الغريبه اللي موجوده في الجسم بتاعنا. طبعا لما نيجي نبص بقى على الدراجز زمان versus present era، هنلاقي ان الادويه زمان كانت معظمها بتكتشف بالسيرندبيتي. كلمه سيرندبيتي يعني باي تشانس، يعني بالصدفه كانت الادويه دي بيتم اكتشافها. زي مثلا زي المورفين، يعني مثلا المورفين زمان كانوا بيستخدموه كتوسينج ايجن. توسينج ايجن اللي هو في التسنين، يعني انتوا عارفين الاطفال الصغيرين لما بيجوا يسننوا او يطلعوا الاسنان بتاعتهم بيبقى في الم جامد وبيحصل ورم في اللثه عندهم وكده والكلام ده، فعشان كده زمان كانوا بيستخدموا المورفين كحاجة للدروبس يعني كده بتسكن الألم ده. الهيروين كانوا مثلا بيستخدموه في الكف. اوكي.
الميثادرين ده حاجة من اللي هو الميثامفيتامين مثلا، كانوا بيستخدموه في الأوبستي، حاجة بتسد النفس فبتساعد إن الناس تخس. الأسبرين برضو اكتشفوه بالصدفة إن هو كمسكن. البنسلين مثلا اكتشفه في الحرب العالمية، كان بيقدر ينقذ حياة الناس لأنه ليه أنتي بكتيريال كويس قوي. البنزدرين ده اللي هو الأمفيتامين، كانوا بياخدوه في الحرب العالمية عشان الجنود تتنشط، يعني الجنود تقدر تستحمل الألم والجوع والسهر والحرب والكلام ده كله. فكان انهيلر كده يخلي الواحد فايق لمدة فترات طويلة. حتى مثلا في أمريكا في السبعينات كان في طلبة كتيرة بياخدوه عشان يبتدوا ان هم يسهروا ويركزوا لفترات طويلة. بس طبعا دي الامفيتامينز، طبعا الامفيتامين دريفتيفز دي من الحاجات او من اخطر انواع الحاجات السايكو اكتيف ايجنتس يعني. اوكي، فزي ما انتم شايفين كانت الدنيا ماشيه بالصدفه كده، ما كانش فيه استادي او ما كانش فيه دراج ديزاين استادي للادويه بتاعتها. لكن طبعا دلوقتي حصل ادفانسز في البيولوجيكال ساينسز زي البايوكيمستري زي الفارماكولوجي زي الميكروبيولوجي. ابتدت العلوم دي تتطور جدا، وابتدينا نفهم الفانكشنز بتاعت البادي اورجانز وعلى السيلولر ليفل وعلى المولكيولر ليفل. وبالتالي الساينس بتاع الميديسينال كيمستري والدراج ديزاين حصل فيه ريفوليوشن، والريفوليوشن ده طبعا ساعدنا كتير قوي ان احنا نقدر نعمل بقى حاجه ريشناليزد او حاجه منظمه في عمليه الدراج ديسكفري اند ديفلوبمنت بروسيس. طبعا عمليه الدراج ديسكفري اند ديفلوبمنت بروسيس دي من العمليات المرهقه جدا ماديا وعلميا، و يعني محتاجة طبعا مش أي شركة تقدر تعمل الكلام ده، لأن الموضوع بياخد سنين طويلة جدا وبيصرف مصاريف كتيرة جدا، والاتريشن ريت أو الفيلير ريت بتاع الموضوع بيبقى عالي جدا. يعني مثلا فور اكزامبل بيقول مثلا أنت ممكن يبقى عندك 10,000 كومباوندز، وال10,000 كومباوندز دول أنت بدي بيهم في الآخر عاوز تطلع دواء مثلا بيعالج الفيرال انفكشن. أوكي، فبتدي تعمل لهم فلتريشن، ان انت بتدخلهم في مراحل معينه زي ما هنشوفها دلوقتي. فممكن مثلا الفيز او المراحل دي ممكن مثلا اول مرحله من 3 ل 5 سنين عشان تفلترهم وتحولهم ل 250، بعد كده مرحله الكلينيكال مثلا ديفلوبمنت 5 ل 7 سنين كمان كده سنتين ثلاثه. فانت شايفين كده ممكن الموضوع يعدي 10 سنين لمجرد بس ان انا يطلع لي 1 كومباوند في الاخر. طب الموضوع ده بيتكلف كتير، بيتكلف كتير جدا. يعني ممكن عشان تطلع الوان كومباوند ان هو يبقى دراج في الاخر ممكن الموضوع يعدي 2 بليونز. تمام، يعني مثلا دي ارتكل كده انا يعني كاتب لكم اللينك بتاعها، يعني اللي هو يعني شاف ان انا عشان اعمل ديفلوبمنت لوان دراج ممكن يتكلف اكتر من 2.5 او 2.6 بليونز. طبعا ده مبلغ كبير جدا، يعني مش اي شركة او مش اي حتى دولة تقدر تتحمل المصاريف دي كلها. اوكي، عشان كده طبعا لما بيطلع دواء جديد الدواء ده بيكون سعره غالي جدا، لان طبعا انت مش بتدفع بس ثمن الرو ماتيريال والتصنيع بتاعه، لكن بتدفع ثمن كل الريسيرشز اللي اتعملت عليه لمدة سنين طويلة قوي عشان الدواء ده يخرج للنور. لما نيجي نبص بقى على الفيزز بتاعت الدراج ديسكفري اند ديفلوبمنت بروسيس، هتلاقي اول حاجه فيها ان انا بعمل تارجت ايدنتيفيكيشن. يعني ايه تارجت ايدنتيفيكيشن؟ يعني انا مثلا بشوف ديزيز معين، الديزيز ده عامل مشكله زي مثلا فور اكزامبل كوفيد 19 اللي هو طبعا المشكله الكبيره اللي قابلتنا قريب، يبقى انا عندي مرض، المرض ده عامل لي مشكله كبيره جدا او في ناس كتيره بتعاني منه، فانا محتاج اعمل دواء يعالج المرض ده. طب انا عشان اعمل دواء يعالج المرض ده انا بدور اول حاجه على تارجت، يبقى انا مثلا بشوف انزيم موجود في الفيروس، بشوف بروتين موجود بالفيروس، ان انا لو عملت كومباوند يبايند لي هيبتدي يقلل الفيرال ابلكيشن ويبتدي يعمل انتي فيرال اكتيفيتي. اوكي، يبقى انا بسيرش على الديزيز الاول، وبعد ما الاقي الديزيز ادور على تارجت اللي هو ريسبتور او انزيم او بروتين او نيوكليك اسيد مثلا، حاجه لو انا عملت بايند ليها هيبتدي المرض ده يحصل له امبروفمنت تريتمنت او كيور او الكلام ده كله. اوكي، بعد كده بعد ما بتلاقي التارجت بتدور على ليد كومباوند، يعني بتدور على كومباوند يديك البيولوجيكال اكتيفيتي اجينست التارجت ده اللي هو الانزيم او الريسبتور اللي انت لقيته ده، تدور على كومباوند يقدر يمسك فيه. بس زي ما اتفقنا ان الليد كومباوند ده هو كومباوند لسه محتاج موديفيكيشن، لانه بيكون في بعض، لانك مستحيل طبعا انت مستحيل ان انت تلاقي كومباوند يعني 100% كويس من اول مره. ممكن الكومباوند ده يكون فيه بعض المشاكل زي ما قلنا في الافيكاسي في التوكسيستي في الكاينيتكس بتاعته، فانت لازم يبقى في ستيج بعدها اللي هي موضوع الليد اوبتمايزيشن.
طبعا الليد ايدنتيفيكيشن والليد اوبتمايزيشن دي من اكتر الحاجات اللي هي مختصه بيها الميديسينال كيمستري او الفارماسيوتيكال كيمستري، اللي هي ال اي ال او ال اي ال او ليد ايدنتيفيكيشن وليد اوبتمايزيشن. يعني دي من الحاجات اللي احنا بندرسها بالتفصيل قوي في الفارماسيوتيكال كيمستري، او اللي انت كميديسينال كيمست بعد كده ان شاء الله لو انت بقيت سبيشاليزد في البرانش ده من الساينس هتبقى مختص. مثلا لو انت اشتغلت في ار ان دي او اشتغلت في شركه ادويه او سافرت بره او كده، فده هيبقى تخصصك قوي في الجزء ده، لان انت بتحاول تسينسايز نيو كومباوندز عشان تعمل ليد كومباوند جديد، وبتحاول اوريدي ليد كومباوندز اللي موجوده تعمل لها امبروفمنت ويتعدل في الكيميكال ستراكشر بتاعها عشان تحسن بروبرتيز معينه. طب بعد ما بنعدي المرحله دي وخلاص عملت اوبتمايزيشن وطلع لي كومباوندز بروميسنج جدا وكويسه جدا والاكتيفيتي كويسه والكاينتكس كويسه، بنبتدي ندخلها البري كلينيكال ستادي. بري كلينيكال ان انا ببتدي اجربها مثلا على الانيمالز عشان اشوف التوكسيستي بتاعتها، يا ترى ايه اخبار التوكسيستي بتاعتها. ببتدي ادرس برضو الادن بتاعتها بالتفصيل بقى على ليفنج اورجانيزمز، يعني بديها برضو الانيمالز بشوف الابسوربشن والديستريبيوشن والحاجات دي كلها، يعني هتبقى افكتيف ولا لا، واديها بانهي روت اوف ادمنستريشن، واديها بدوز قد ايه. دي كلها اسمها بري كلينيكال ستادي. بعد كده بقى بنخش على الكلينيكال فيز ان انا ببتدي اجربها على الهيومن، يعني فبنخش فيز 1 فيز 2 فيز 3. فيز 1 ببتدي اجربها على عدد قليل من الناس الهيلثي عشان نتاكد بس من موضوع التوكسيستي انها ما بتعملش مشاكل او بتعمل اي خطوره. بعد كده فيز 2 ببتدي اجربها بقى على الناس البيشنس بس بعدد قليل. بعد كده فيز 3 ببتدي اجربها برضو على البيشنس بس باعداد كبيره بقى، لان دي بتبقى المرحله اللي قبل اللانش بتاع الدواء بتاعي او قبل السبمشن بتاع الفايل بتاعي، يعني خلاص بتبقى دي المرحله الاخيره، فلازم اجربها على عدد كبير جدا من البيشنس. خلاص عدى من كل الكلام ده والدواء بروف ان هو افكتيف وان هو مش توكسيك وان هو هيدي بالدوز اللي انا عاوزها هيديني الافكت اللي انا عاوزه، ابتدي اعمل له بنقدم فايل بقى للمؤسسات المسؤوله عن ريجيليشن مثلا زي الاف دي اي في امريكا او حاجه اسمها الايما في يوروب. ببتدي اقدم الفايل بتاعي اعمل له سبميشن وعشان يبتدي يحصل ابروفال للدواء بتاعي ويبتدي ينزل الماركت بعد كده. طبعا في فيز بعد كده ساعات بيسموها فيز 4، فيز 4 اللي هي البوست ماركتنج، بعد الدواء ما ينزل الماركت ببتدي برضو افولو اب المشاكل اللي ممكن تحصل منه، السايد افكتس اللي هي لو هتسمعوا الاكسبريشن بتاع الفارماكوفيجيلانس، فارماكوفيجيلانس ان انا بستدي بقى السايد افكتس اللي ممكن تحصل بعد كده، وممكن في بعض الادويه بتتسحب من الماركت بعد ما بتنزل نتيجه المشاكل اللي ما بتبانش في الكلينيكال او البري كلينيكال ستاديز لكن بتبان بعد اليوز لفترات طويله. اوكي طبعا لما نيجي نبص على اول فيز عندنا اللي هي target identification and validation how to choose the drug targets، زي ما اتفقنا ان انا اول حاجه بدور على ديزيز معين، وبعد ما الاقي الديزيز او الاقي مثلا مشكله زي فيروس، انا عندي فيروس انفكشن فانا عندي فيروس ده اللي هو عامل لي مشكله الديزيز ده. اوكي طب انا ابتدي ادور على ايه في الفيروس؟ بدور على التارجت، بدور على ريسبتور او انزيم او بروتين او نيوكليك اسيد ينفع لو انا عملت له انهبيشن مثلا ان هو بيبتدي يعالج الفيرال انفكشن. فايه مواصفات التارجت ده؟ عندي ثلاث مواصفات، اول حاجه ان هو يبقى افيشنت، يعني انا لما اعمل له اكتيفيشن او انهبيشن هيديني الثيرابيوتيك افكت اللي انا عاوزه. تمام، يعني انت مثلا مش هتنهبت انزيم معين، افرض ان انا عملت له انهبيشن بس ما اثرش على المرض يعني او الفيروس مثلا بيقدر بيشتغل بباث واي تاني غير الانزيم ده، انت ما عملتش حاجه، يبقى لازم يكون التارجت ده افيشنت. تاني حاجة السيف طبعا، دي حاجة مهمة جدا ان انت مثلا بتشتغل على تارجت بس بحيث ان هو ما يكونش في حاجة زيه في الهيومن سيلز، والا هتبتدي تعمل توكسيستي عالية جدا، فلازم يكون في سيلكتيفيتي ان انت بتبايند الحاجة دي مش موجود زيها في الهيومن سيلز العادية عشان تقلل شوية الايه السايد افكتس بتاعته. بلس كمان في اكسبريشن عاوزكم تعرفوه اللي هو الدراجابيلتي، يعني ايه الدراجابيلتي؟ يعني الكومباوند يعني التارجت اللي انت بتختاره او الريسبتور او الانزيم يكون في مكان ينفع يمسك فيه كومباوند، يعني مثلا ما يكونش بروتين كده فلات خالص، ما هو فلات خالص ده، طب انا لو جبت كومباوند هيمسك فيه ازاي؟ لازم يكون فيه جروف كده او زي ما قلت لك كافيتي او بوكيت معين لما الدراج او الكومباوند بتاعي يقدر يبايند ليها ويمسك كويس قوي عشان يبتدي يلخبط شويه الفانكشن بتاعت الريسبتور او الانزيم ده. يبقى كلمه دراجابيليتي ان هو ينفع يتعمل له دراج او كان بي تارجتد، تمام، ينفع يتعمل له كومباوند يبقى ايه؟ يبقى دراج. يبقى الثلاث مواصفات بتوع الدراج تارجتس اللي هو ايه؟ افيشنت safety and druggability. نبتدي بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة lead identification،
احنا زي ما اتفقنا الليد كومباوند هو كومباوند اللي ليه ديزاير فارماكولوجيكال اكتيفيتي، ولازم عارفين الاكسبريشن ده مهم جدا، لازم تبقوا عارفين يعني ايه ليد كومباوند. هو كومباوند ليه ديزاير فارماكولوجيكال اكتيفيتي، بيقدر يعمل اكشن معين، بس هو طبعا زي ما قلت لكم ان انت مستحيل ان انت بالصدفه كده تلاقي كومباوند 100% فل، لازم هيبقى في بعض المشاكل، عشان كده بيكون في بعض الانديزايرد سايد افكت. عشان كده هو بنعتبره كستارتنج بوينت، ان هو كحاجه بتبتدي بيها في تعمل لها امبروفمنت بقى في البوتنسي في السلكتيفيتي في الماكاينيتيك بارامترز اللي هي مرحله الليد اوبتمايزيشن. طب احنا بنجيب منين الليد كومباوندز؟ يعني احنا كريسيرشرز ممكن نجيب الليد كومباوند ده منين؟ في بعض السورسز او بعض الحاجات اللي احنا ممكن نجيب منها الليد كومباوند. فور اكزامبل، مثلا انا بعمل سكرينج للناتشرال برودكتس. كلمة screening يعني بتست الاكتيفيتي او بتست البيولوجيكال اكتيفيتي بتاع الناتشرال برودكت. ناتشرال برودكت يعني ايه؟ يعني جاي من بلانت معين، جاي من مايكرو اورجانيزم معين، جاية من اي حاجة ناتشرال يعني. تمام؟ يعني فور اكزامبل مثلا المورفين ده بيجي من الاوبيوم، مثلا البنسلين بيجي من نوع من انواع الفنجاي. طبعا الاكزامبلز دي انا مش طالب منكم فيها كيميكال ستراكشر خالص، بس انا عارفين الاكزامبلز يعني. يعني مثلا ناتشرال برودكتس مثلا زي المورفين وزي البنسلينز، دي حاجات بجيبها من ناتشرال برودكت، فدي كانت ليد كومباوند، وابتدينا بعد كده اعمل لها اوبتمايزيشن في الليد اوبتمايزيشن. في برضه ريسورس تاني اسمه ميديكال فولكلور، ان بيكون في مثلا فولكلور في دولة معينة. يعني مثلا فور اكزامبل في نبات بيطلع في تشاينا اسمه ارتميزيا بلانت. تمام؟ هما كانوا تراديشنالي كده كانوا بياخدوا النبات ده ويعملوه زي التي باكس كده، يعني يعملوه زي مشروب كده، مشروب اعشاب، كان مثلا بيخفف درجات الحراره العاليه الفيفر، وبيخفف الالم اللي في الجسم وكده. بعد كده اكتشفوا بعد سنين كتير جدا، بعد يعني حوالي 30 او 40 سنه، اكتشفوا ان في ماده جوه النبات ده اسمها الارتيمسينين، اللي هو الاستراكشر ده. الارتيمسينين ده لقوا ان ليه انتي ملاريا اكتيفيتي او افكتيف جدا في علاج الملاريا، فابتدوا بعد كده يستخدموه في البروتوكول. حتى لحد دلوقتي هو من الادويه المهمه جدا في البروتوكول بتاع التريتمنت بتاع الملاريا الانفكشن. اوكي، فدي اسمها ميديكال فولكلور، ان حاجه تراديشنالي معروفه في بلد معينه، بس لما عملنا ساينتفك ستادي لقينا فعلا في كومبوننتس بيبقى افكتيف جدا. بعد كده عندنا حاجه اسمها ناتشرال ليجنز اند سبستريتس. يعني ايه ناتشرال؟ يعني حاجه طبيعيه. ليجنز اور سبستريتس يعني ايه؟ ليجنز اي كومباوند بيبايند للريسبتور. كلمه ليجن جايه من كلمه ليجيت يعني بيربط، يعني اي كومباوند يقدر يبايند للريسبتور او انزيم ده بنسميه ليجن. او سبستريت مثلا لانزيم معين موجود في الجسم، فدي حاجات طبيعيه موجوده في الجسم، فانا ممكن اعمل دواء اقلد فيه الاستراكشر بتاع الحاجات الطبيعيه اللي في الجسم، ده بنسميه ايه؟ ان الليد كومباوند جبته منين؟ جبته من ناتشرال ليجن اور سبستريتس. تعالوا ناخد اكزامبل، مثلا انا عندي الادرينال او الابنفرين، ده الاستراكشر بتاعه. انا عملت دواء اسمه سالبيتامول. سالبيتامول ده اللي هو الفنتولين، اللي هو التابلت او السيرب او الانهيلر. السالبيتامول ده هو فيه كيميكال موديفيكيشن، يعني انا جبت الاستراكشر بتاع الادرينالين وغيرت مثلا في الحته دي وغيرت في الحته دي، فطلع لي كومباوند بيتا اجونست ينفع كبرونكو دايليتر. تمام؟ فعشان كده السورس بتاع الكومباوند ده، يعني ده يعتبر مثلا الليد كومباوند في البيتا اجونست اللي انا بستخدمه كبرونكو دايليتور. طب ايه السورس بتاعه ده؟ جبته منين؟ جبته من ناتشرال ليجنت، يعني كومباوند طبيعي في الجسم كان بيمسك في البيتا ريسبتور، فانا جبته وقلدته وعدلت فيه عشان يبقى مور سيلكتيف ولونجر ديوريشن وكده، فعملت الاستراكشر ده. يبقى هنا السورس بتاع الليد كومباوند ده ايه؟ ان انا قلدت ناتشرال ليجنت. زي ما قلت لكم الاكزامبل بس نعرفها بالكلام مش بالكيميكال ستراكشر يعني في الجزء ده. طب نيجي بعد كده برضو اكزامبل تاني، الهيستامين ستراكشر. ادي الهيستامين، طبعا عارفين ان ده حاجه من الحاجات الاوتاكويد اللي موجوده في الجسم عندنا، اللي ليها بعض الفانكشن لما بيحصل له سكريشن. الهيستامين ده انا مثلا عاوز اعمل ديفلوبمنت ال H2 انتاجونست. انا عارفين ال H2 ريسبتورز ده ما بيبقى موجود في الاستومك، بيساعد على السكريشن بتاع ال HCl. فالناس اللي عندهم بيبتيك ألسر بيبقى محتاج شويه اقلل السكريشن بتاع ال HCl، فعملنا ديفلوبمنت كومباوند اسمه سايميتيدين. السايميتيدين ده هو شبه الهيستامين في الاستراكشر بتاعه، بس طبعا في بعض الموديفيكيشن، فالموديفيكيشن دي هي اللي بتخلي الكومباوند بتاعي يبقى يقدر يعمل بلوكج للريسبتور ده ويقلل الاسيد سكريشن. يبقى انا ده ليد كومباوند في ال H2 انتاجونست، طلعته منين؟ من ناتشرال ليجند، حاجه طبيعيه كانت موجوده في الايه؟ في الجسم. برضو عندنا نيورو ترانسميتر في الجسم مشهور اللي هو ال 5 HT او ال 5 هيدروكستريبتامين اللي هو السيروتونين. فانا عملت كومباوند شبه السيروتونين. اوكي؟
عملت حاجة تقدر تبقى اجونست للحاجة اللي نوع من انواع السيروتونين ريسبتور 5 اتش تي 1 اسمه السوماتريبتان. السوماتريبتان ده بيبقى افكتيف جدا في علاج المايجرين او الصداع النصفي. اوكي، يبقى انا اعتمدت في ان انا اطلع الليد كومباوند ده على ناتشرال ليجن او ناتشرال سبستريت موجود في الايه، في الجسم عندي. اوكي، طب في برضه سورس رابع اللي هو الاكزيستنج دراج، ان انا بشوف اوريدي دواء موجود في الماركت وببتدي اعمل عليه بعض الموديفيكيشن عشان اطلع دواء قريب منه او دواء احسن منه. فدي اعتمدت اكسبريشن كده اسمها ميتو دراجز او مي بيتر دراجز. يعني ايه كلمه ميتو دراجز؟ ميتو دراجز يعني كومباوند سيميلر قوي للكومباوند اللي موجود في الماركت. اوكي، يبقى هو كومباوند او بيسموه ساعات فولو اون دراج، يعني كومباوند ماشي على خطى الكومباوند اللي اوريدي موجود في الماركت، اللي هو كونتين اكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت اللي هي الاي بي اي، يعني اللي هي كيميكالي ريليتد وفيري ستراكشر سيميلر لنون اكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت. يعني انا مثلا في كابتوبريل موجود في الماركت، فانا بعمل شركه دواء بتصنع دواء قريب جدا في الاستراكشر من الكابتوبريل، يبقى ده اسمها مي تو دراج. اوكي، طبعا هو بيكون في بعض الاختلافات البسيطه، يعني مثلا ممكن يكون مور اكتيف شويه، ممكن يكون اقل في سايد افكت، ممكن يكون اعلى في سايد افكت. تمام، فاهمين؟ يعني هو كومباوند سيميلر قوي بس ممكن يكون في بعض الايه، بعض الموديفيكيشن. هو طبعا بيقول ان هو ممكن يستخدموا الموضوع ده ان نيجاتيف واي تو افويد بيتن ريستريكشنز. يعني ايه؟ يعني زي ما اتفقنا ان في ان الشركه، او زي ما انتم عارفين ان شركه دواء لما بتكريت او بتطلع نيو مولوكيول بيبقى ليها بيتنسي. بيتنسي اللي هي حقوق الملكية الفكرية بتاعت الدراج ده، ان مفيش شركة تانية تقدر تصنعه لمدة مثلا 10 سنين او اكتر لحد ما الشركة تقدر تستفاد منه ماديا. فالشركات التانية ممكن تعمل بايه، تعمل كومباوند سيميلر لي عشان ما يبقاش انا عملت نفس الدواء، يعني ما عملتش فايليشن للبيتن الريستريكشنز بتاعت الكومباوند ده. فبتبتدي انها تصنع الكومباوند مثلا زيه بالظبط، بس مثلا تشيل الكلورو بتاعته وتحط لها برومو، يبقى انا كده عملت مولوكيول بغير الشركه الثانيه. بس هو مش فارق عنه، هو مي تو، هو يدي نفس الايفكت ونفس كل حاجه، يعني ملوش ميزه عنه، بس كل الميزه ان انا قدرت انتجه كشركه واكسب منه ماديا. بس طبعا دي بنقول عليها نيجاتيف واي، يعني ده نوع يعني حاجه مش كويسه، يعني ان انا بعمل بيها فايوليشن للبيتن ريستريكشنز. او مثلا في بعض الدول اللي هي الادويه المنشطه مثلا الناس الرياضيين او كده الاثليتس، يعني ان هو ممكن مثلا في يعملوا انواع من المنشطات هي ما تبقاش تبقى شبه مثلا الهرمونز او الحاجات المنشطه، بس يكون فيها اختلاف في الكيميكال ستراكشر، بحيث ان الحاجات دي ما تبانش في الايه، في الاناليسز، وانا بعمل لهم اناليسز للمنشطات عندهم، فالحاجات دي ما يتكشفش عنها وهي اوريدي منشطات. فدي برضو من الحاجات اللي بعمل ميتو كومباوندز او ميتو دراجز، دي برضو من الحاجات اللي هي مش لطيفة في الموضوع ده. اوكي، امال بقى يعني ايه كلمة مي بيتر؟ مي بيتر يعني انا بقى بعمل يعني بعمل بقى اوبتمايزيشن بجد، ان انا فعلا كان عندي كومباوند، الكومباوند ده كان موجود في الماركت بس في بعض المشاكل، فانا ببتدي ان انا بعمل كومباوند تاني يكون احسن منه فعلا، مش مجرد ان انا بقلد او عشان اهرب من حاجة معينة. يعني مثلا فور اكزامبل البنسلين جي ده اول كومباوند طلع في مجموعة البنسلينز، بس الكومباوند ده كان فيه بعض المشاكل، ان هو ما بيتاخدش اورال، ان هو شورت ديوريشن، ان هو نارو سبيكتروم وكده. فانا مثلا عملت الامبيسلين هو نفس الاستراكشر بس غيرت فيه الموديفيكيشن البسيطه دي، بس ده طلع اورال اكتيف برودر سبيكتروم، فعشان كده ده بنعتبره مي بيتر، يعني ده حسنت فعلا البروبرتي بتاعت البنسلين جي. اوكي، برضه نفس الفكرة، مثلا الكابتوبريل اللي هو الاس انهيبيتور المشهور جدا كان في بعض المشاكل، ان وجود السلفر، انت عارفين كلمة كابتو جاية من ميركابتو جروب، ميركابتو دي مينينج سلفر او سلفر هيدرايد اللي هي الاس اتش جروب، يعني دايما الاس اتش جروب دي بيسموها كلمة ميركابتو، كلمة ميركابتو اللي هي يعني السلفر دايما في الـ في الـ في الـ في الـ في, في الكيمستري بتاعته ان هو بيحب جدا الميركري. اوكي، فعشان كده بيسموا السلفر ده ميركابتو، حاجة بتحب الميركري يعني. فمن هنا جه كلمة كابتوبريل. تمام، يعني بريل دي فور برولين امينو اسيد، ده برولين امينو اسيد، وبريل اللي هو فيه او الكابتو اللي هو فيه ميركابتو جروب اللي هي الاس اتش جروب. اوكي، طبعا مش حفظ ولا حاجة، انا بس ايه بقول لكم الاسم بتاعه جه منين.
فهو المشكله بتاعت الكابتوبريل اللي هو الكابوتين اللي موجود في الماركت، ان وجود السلفر جروب دي بيعمل راش، يعني بيعمل هايبر سنسيتيفيتي عند بعض الناس، وبيعمل لوس اوف تيست، الواحد ما بيحسش بطعم الحاجات، او ممكن الواحد لما يشرب ميه او كده يحس بميتاليك تيست او كده. طبعا ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان السلفر دي من يعني الامينو اسيدز اللي عندنا طبيعيه في الجسم اللي فيها سلفر هي مش كتيره، اوكي؟ وبالتالي الجسم عندنا مش متعود ان هو ياخد كميات كبيره من الكومباوندز اللي فيها سلفر كتير. عشان كده في ناس كتير قوي بتبقى سنسيتيف للحاجات اللي فيها سلفر زي السلفونامايدز وكده، او زي مثلا البنسلينز والسيفالوسبورينز وكده، من الكومباوندز اللي فيها سلفر دي ممكن بتعمل بعض المشاكل عند بعض الناس، بتعمل نوع من الحساسيه. فعشان كده هم عملوا اس انهبيتورز تانية ما يكونش فيها السلفر دي، زي مثلا السلازابريل، زي اللازينوبريل، زي الانالابريل. دي كومباوندز احسن شويه من الكابتوبريل، بتبقى لونجر ديوريشن، وكمان ما بيبقاش فيها السايد افكتس بتاعت الكابتوبريل. يبقى دي اسمها مي بيتر دراج. بعد كده ممكن برضو ابتدي استغل الاكزيستنج دراج، بس مش هستغل المين اكتيفيتي بتاعتها، هستغل السايد اكتيفيتي بتاعتها. يعني ايه؟ عندنا استراتيجي كده حاجه اسمها سوسا. سوسا دي اللي هي معناها سيلكتيف اوبتمايزيشن اوف سايد اكتيفيتيز. يعني ايه؟ مثلا تعالوا نبص على الاكزامبل عشان نفهم الموضوع ده. السلفونامايدز، السلفونامايدز دي كلاس مشهوره جدا من الانتي بكتيريال ايجنتس، تمام؟ فيها ايه السلفونامايدز؟ سلفون، كلمه سلفون يعني اس او 2، دي معنى كلمه سلفون، الاس والاثنين اكسجين دي اسمها سلفون، وامايد يعني ماسكه في نيتروجين، فالجروب دي على بعضها اسمها سلفونامايدز، اوكي؟ فوجود الاستراكشر بالشكل ده بيدي انتي بكتيريال اكتيفيتي، لكن لقوا ان ليها سايد افكت انها بتعمل هايبوجلايسيميك افكت كمان، ده سايد افكت من السلفونامايد. يبقى السلفونامايد عندها تو اكشنز، المين اكشن انتي بكتيريال، والسايد افكت او السايد اكتيفيتي اللي هي الهايبوجلايسيميك ايجنت. فانا عملت ايه؟ انا عملت كومباوندز برضو سلفونامايد، بس غيرت في الكيميكال استراكشر بتاعه، خليته سلفون بس بدل الامايد خليتها يوريا، فده اسمه سلفونايل يوريا كومباوند. السلفونايل يوريا كومباوند ده لقوا ان ليها هايبوجلايسيميك بس، لكن ما لهاش الانتي بكتيريال اكتيفيتي. يبقى انا كاني عملت موديفيكيشن في اكزيستنج دراج، شلت منه المين اكتيفيتي اللي هو الانتي بكتيريال، وخليت السايد اكتيفيتي اللي هو ايه؟ هايبوجلايسيميك. يبقى الدواء ده هنستخدمه كايه؟ كهايبوجلايسيميك ايجنت. نفس الفكره برضو في الاكزامبل الثاني، ان انا كان عندي دواء اسمه بروميثازين. البروميثازين ده هو انتي هيستامينيك كومباوند، تمام؟ بس هم ابتدوا يعملوا عليه موديفيكيشن، شالوا البرانشنج اللي موجود في الاستراكشر ده وحطوا كلورايد على الرينج دي. فانا لما عملت التو موديفيكيشن دول ابتدى الدواء ده بيقدر يعدي السي ان اس، وبيكون ليه انتي سايكوتيك اكتيفيتي، يعني بيعالج السايكوز اللي هي السكيزوفرينيا. يبقى انا كده عملت ايه؟ هو البروميثازين ده الانتي هيستامين. انتوا عارفين دايما الانتي هيستامين هي بتعدل السي ان اس، بتعمل سيديشن سايد افكت، وبتعمل بعض الدروخه والكلام ده كله. فهم استغلوا ان الدواء ده بيقدر يعدل السي ان اس، وابتدوا يخلوا ده السي ان اس دراج اللي هو الانتي سايكوتيك افكت بتاعه، هو ده بقى المين اكشن هنا، ولغيت الانتي هيستامينيك ايه اكشن. يبقى الاستراتيجي اسمها السوسه، ان انا بديليت الاوريجينال اكتيفيتي بتاعت الكومباوند، و بعمل اوبتمايزيشن او بحسن السايد اكتيفيتي، فبيبقى ده المين اكشن بتاع الكومباوند. بس طبعا انا اعتمدت برضو على ايه؟ على الاكزيستنج دراج اللي موجوده في الماركت. يبقى احنا في الاكزيستنج دراج قلنا بنعمل، ممكن نعمل مي تو دراج يعني بقلل الدواء اوريدي موجود، مي بيتر دراج بحسن في دواء اوريدي موجود في الماركت، او ممكن اعمل سوسه ان انا بستغل السايد اكتيفيتي بتاعت بعض الادويه. تعالوا بقى نبص على السورس الخامس للليد كومباوند اللي هو السيرندبتي. زي ما قلنا كلمه السيرندبتي دي يعني باي تشانس، بالصدفه. يعني انتوا عارفين مثلا قصه اكتشاف البنسلين العالم اللي هو الكسندر فليمنج. الكسندر فليمنج ده كان شغال في هوسبيتال سنه 1928، وكان شغال على بيتري ديش فيها ستافيلوكوكاي اللي هي طبعا البكتيريا. يعني لقى ان هي البيتري ديش دي حصل لها كونتامينيشن ببلو جرين مولد، يعني نوع من انواع المولد اللي هو الفنجاي، يعني نوع من انواع الفنجاي من الاوبن ويندو، يعني الشباك كانت مفتوح، فانا وقع نوع من انواع المولد جوه البيتري ديش ده. فلقى ان حصل في زون اوف انهبيشن في البيتري ديش ده، فلقى ان الكومباوند اللي موجود في الفنجاي ده بيكون ليه انتي بكتيريال اكتيفيتي. فطبعا بعد سنين طويله من محاوله الاكستراكشن للكلام ده كله، ابتدى يكتشفوا الكومباوند بتاع البنسلين. فده كله بالصدفه، فنقول ان الديسكفري بتاع الليد كومباوند ده كان بالايه؟ باي سيرندبيتي او باي تشانس. برضه نفس الفكره دي، لو فكره ريسنت شويه، في اواخر القرن اللي فات سنه 1998 تقريبا،
وابتدى طبعا طلع الماركت في اول الالفينات، اللي هو الفياجرا او السيلدينافيل. انتوا عارفين شركه فايزر كانت بتعمل ديفلوبمنت للدواء ده، ان هو اصلا دواء فازو دايليتور، يقدر يعالج نوع من انواع الانجينا، لانه ليه افكت على الفوسفودايستريز انزيم، ممكن يبقى ليه فازو دايليتور افكت. لكن في الكلينيكال ترايلز بتاعته لاحظوا ان هو ممكن بيعمل بنايل اريكشنز، فابتدوا يستغلوا السايد افكت ده او الحاجه اللي اكتشفوها بالصدفه في الكلينيكال ترايلز، وابتدى يبقى ده المين اكشن بتاع الدواء بتاعي، وابتدى يستخدموه في الاريكتايل ديس فانكشن. طبعا زي ما قلت لكم ده من البلوك باستر دراج اللي هي عملت مبيعات خرافيه طبعا اول ما نزل. اوكي، فدي برضو بنعتبر الديسكفري بتاعه باي سيرندبتي. في بقى نمره 6 في السورسز عندنا حاجه اسمها سكريننج سينثيتك لايبرري، اللي هي البنك او لايبرز. يعني ايه؟ يعني طبعا شركات الادويه الكبيره والمؤسسات اللي هي بتاعت الريسيرش الكبيره جدا بيكون عندها لايبرري اوف كيميكال كومباوندز. يعني ايه؟ يعني كومباوندز اوريدي متصنعه، بس الكومباوندز دي مش بروفد انها ليها فارماكولوجيكال اكتيفيتي معينه. طبعا الكومباوندز دي ممكن تكون بالملايين، يعني ممكن يكون عندها مليون، 5 مليون، 10 مليون من الكومباوندز. الكومباوندز دي بيكون مثلا جايبينها من عملنا ريسيرشز قبل كده، صنعنا كومباوندز كتيره، بس الكومباوند دي يعني انا مثلا عملت سيرش معين او عملت ريسيرش معين، عملت سنسز لمثلا 50 كومباوند عشان يبقى ليهم انتي كانسر اكتيفيتي، بس بعد ما عمل لهم تيستنج ما لقاش ولا واحد فيهم ليه اكتيفيتي. فايه اللي حصل دلوقتي؟ بقى عندي 50 كومباوند اوريدي متصنعين لكن مش بروفد ان هم ليهم اكتيفيتي معينه. في كومباوندز كتيرة مثلا الناس اللي بيدرسوا مثلا الميكانيزمز بتاعة الأورجانيك رياكشنز، الناس اللي فممكن ناس كتيرة قوي تبقى بتصنع حاجات معينة لكن الحاجات دي مش بروفد، كومباوندز اوريدي موجودة أو سينثيتك كومباوندز اوريدي موجودة لكن مش بروفد ليها سيرتين فارماكولوجيكال اكتيفيتي معينة. ممكن مثلا انترميديت أو باي برودكت في سينثيز معينة برضو تطلع ما يبقاش عارف ليها بلوي. فالحاجات دي كلها بتتجمع وبيتعمل منها لايبرري أو بنك من الكومباوندز، بتبقى ستورد في الشركه او في المؤسسه دي او في الانستيتيوت ده، وابتدي ان هم يستخدموها عشان يطلعوا الليد كومباوند كتير. يعني انا مثلا دلوقتي عاوز اطلع دواء انتي فايرال، فممكن بدل ما اقعد ادور على ان انا اصنع حاجه جديده بشوف في الحاجات اللي اوريدي كانت مصنعه قبل كده وابتدي اسيرش فيها. اوكي، كمان في حاجه تانية، في ممكن يبقى اللايبرري دي فيرتشوال. فيرتشوال يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا بعض الداتابيز، يعني في حاجه اسمها زينك داتابيز لو تحبوا تخشوا عليها هتلاقوا فيها مثلا ملايين الكومباوندز، 15 مليون او حاجه من الكومباوندز اللي هي اوريدي متصنعه لكن لسه ما بقاش ليها بروفد للفارماكولوجيكال اكتيفيتي بتاعتها. فانت ممكن تدور فيها اونلاين، يعني تدور تعمل فيرتشوال. فيرتشوال يعني مش اكسبيرمنتال، يعني تدور على الكمبيوتر كده، دي اسمها فيرتشوال او فيرتشوال سيرش يعني، وتبتدي مثلا تشتري بعض الكومباوندز دي لو انت مثلا لقيت حاجات بروميسنج منها وممكن انها تشتغل. اوكي، فدي كلها بنسميها سينثيتك كومباوندز او بنك او لايبرز. طب انا بسيرش بقى ازاي؟ انا مثلا انا زي ما قلت لكم انا عندي ملايين الكومباوندز او عندي الاف الكومباوندز وعاوز اطلع منهم مثلا كومباوند انتي فايرال او كومباوند بيمسك في انزيم معين او في ريسبتور معين. ازاي بدور في الكومباوند دي؟ طب ما انا لو دورت عشوائيا كده الموضوع هياخد كتير قوي. فالسكرينج ميثودز دي عشان تقدر تدور في العدد الكبير جدا جدا من الكومباوندز دي على تارجتس كتيره قوي، بتعمل حاجه اسمها اتش تي اس او الهاي ثروبوت سكرينج. الهاي ثروبوت يعني بتقدر تعمل سيرش او بتعمل سكرينج تيستنج للاكتيفيتي بس هاي ثروبوت بريت عالي جدا، او بتقدر بدل مثلا ما تقعد سنين تقعد تستدي او تتست البيولوجيكال اكتيفيتي، لا ده انت بتعمل الكلام ده في وقت قليل جدا، فعشان كده بيسموها هاي ثروبوت. يبقى هاي ثروبوت سكريننج ان انا بعمل تيستنج لارج نمبر اوف كومباوندز على لارج نمبر اوف تارجتس. اوكي، طبعا ممكن يكون الموضوع ده فيزيكال او فيرتشوال. فيزيكال يعني اكسبيرمنتال، يعني بيتعمل بجد، بيتعمل في الحقيقه اللي هو ان فيترو، ان انا بجيب بعض التارجتس اللي عندي واحطها في بليتس، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى اللي شغال في الهاي ثروبوت سكريننج هو روبوت. ده روبوت كده بيبتدي يجيب كومباوندز كتيره قوي يدرسهم. مثلا يعني انا مثلا جايب 100 سيل كده، وال 100 سيل دول حاطط فيهم انزيم معين، فانا بقوم جايب 100 كومباوند مختلفين واحطهم على الانزيم ده مره واحده، يبقى انا كده عملت تيست ال 100 كومباوند مثلا في 30 ثانيه على تارجت واحد. اوكي،
فاهمين الفكرة؟ يبقى أنا كده بعمل تيستنج لعدد كبير جدا من الكومباوند على عدد كبير جدا من التارجت في وقت إيه؟ في وقت قليل، والموضوع شغال بالروبوتس، يعني ممكن يشتغل 24 ساعة في اليوم، أوكي؟ فدي ان فيترو، دي اكسبيرمنتال. بس طبعا هنا بتست بقى اللي هي دراج لاك مولكيول، اللي هي المولكيولار ريت بتاعها مش قليل قوي، مش كتير قوي، اللي هي الحاجات اللي ليها اوبتيمم ستراكشر يعني، او انا متوقع ان يكون ليها بايولوجيكال اكتيفيتي. ممكن تعمل بقى السكريننج ده فيرتشوال، دي بقى اللي احنا هندرسه بقى في الكمبيوتر ايديد دراج ديزاين، ان انت مش لازم تعمل الحاجات دي براكتيكال، انت ممكن في بعض السوفت ويرز وبعض الحاجات اللي بتساعدك وبعض الداتابيز اللي موجوده على الانترنت وبعض البلاتفورمز والسيرفرز والحاجات دي والتولز اللي هي بتساعدك بقى ان انت تقدر تعمل سكريننج. دي بنسميها بقى انسيليكو. انسيليكو كلمه انسيليكو يعني تستخدم فيها الكمبيوتر يعني، تمام، او اللي هي الكمبيوتيشنال مثلا. طبعا اللي شفناه ده هو فيديو بس كده صغير بيوريكوا ازاي يحصل الهاي ثروبوت سكريننج باستخدام الروبوتس. طبعا ده اللي هو الاكسبيرمنتال، طبعا مش الفيرجن. نبص بعد كده بقى، طب هل يا ترى في كومباوند اكتشفوه بالطريقه دي؟ في كومباوند المشهور جدا اللي هو الاي ان اتش، ده طبعا من اللي هو من الكومباوندز الافكتيف جدا في علاج التي بي او تيوبركلوزز، اللي هو طبعا ده كان سينثيتيك انترميديت، يعني هو سينثيتيك انترميديت يعني كان طالع باي برودكت كده او انترميديت في رياكشنز معينه في مجموعه، يعني هم كانوا بيصنعوا مجموعه من الكومباوند اسمها سايسيمي كاربازونز، طلع الكومباوند ده كانترميديت في النص، اوكي. بس هم لما اكتشفوه بقى حطوه في لايبرري بقى من الكومباوندز اللي احنا لسه مش عارفين الاكتيفيتي، وبعد كده يعملوا تيست ويدوروا فيها، لقوا ان الكومباوند ليه انتي تيوبركلر اكتيفيتي كويسه جدا، ولسه يوز لحد دلوقتي في علاج التي بي. اخر سورس عندنا بقى في الليد كومباوند، ان انت ممكن باستخدام السوفت وير زي ما قلت لكم، البلاتفورمز والداتابيزز والحاجات دي كلها، الحاجات اللي احنا هندرسها بقى في التفصيل في جزء الكمبيوتر ايديد دراج ديزاين، ان انت ممكن فعلا تطلع ليد كومباوند جديد، وممكن بعد كده تبتدي ان انت تصنعه وتبتدي تعمله. طبعا ده هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. وشكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله في المحاضرة التانية.